أعطى والي تلمسان خلال زيارة مشروع مستشفى دائرة مرسى بن مهيدي الذي يتسع لـ60 سريراً تعليمات صارمة للمؤسسات المكلفة بالإنجاز تقضي بضرورة تسريع الأشغال قصد تسليمه قبل حلول 5 جويلية. وقال الوالي إن المهلة الممنوحة لتسليم المستشفى بمثابة تحدي كبير، مبدياً اقتناعه بتجسيد هذا الهدف من خلال تضافر جهود الجميع، مديرية التجهيزات العمومية ومديرية الصحة ومختلف القطاعات المعنية بهذا المشروع الهام. كما أمر الوالي مدير الصحة بتسريع الإجراءات الخاصة بتجهيز المستشفى حتى يكون في الموعد المحدد، مؤكداً في نفس السياق أنها ستعقد اجتماعات دورية مع جميع المديرين المعنيين لمتابعة المشروع، قصد متابعة مدى تقدم أشغال هذا الهيكل الصحي الهام لهذه البلدية الساحلية والبلديات المجاورة لها، والذي من شأنه تخفيف عناء تنقل المرضى والسكان.